نمشي لغزة نمشي دابا. يا حكم يا دجاجة ومارا كامل الفراجة. وحيوا الجبهة حيوا 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 الجبهة حيوا حيوا من الرباط إلى زيو من الرباط إلى زيو من الرباط إلى زيو وحيوا الجبهة حيوا حيوا حي الجبهة حي حي. احنا دابا في هذه الوقفة الأسبوعية اللي كتنظمها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع استمرارا في نضالها وبرنامجها النضالي والتضامني مع الشعب الفلسطيني مع القضية الفلسطينية مع الثورة والمقاومة الفلسطينية. وعندنا رسائل عدة من خلال هذه الاحتجاجات. الرسالة الأولى موجهة للنظام المغربي المستمر في علاقاته مع الكيان الصهيوني. نقول له وخير دليل على أنه فرض هذا التطبيع على الشعب المغربي بالقوة وبالاستبداد. فالاحتجاجات يوميا في كل المدن المغربية ضد التطبيع والمسيرة الشعبية الوطنية الأخيرة هنا في الرباط التي حضرها مئات الآلاف من المواطنين والمواطنات ومن كل الفئات هي عربون على أن الشعب المغربي يرفض هذا التطبيع ويعتبر أن الاستمرار في هذا التطبيع هو مشاركة للنظام المغربي في الجرائم الصهيونية ضد الشعب المغربي وضد الشعب اللبناني واليمني والعراقي والسوري وضد أبناء وبنات غزة والقدس والضفة وغيرها. ونحن هنا كذلك لندين بنفس القوة الأنظمة العربية وأنظمة المنطقة المطبعة مع الكيان الصهيوني والتي انبطحت بالكامل بشكل كامل في الخليج لهذا الكيان الصهيوني المجرم ضدا على شعوبها وضدا على تاريخ هذه المنطقة وضدا على تاريخ العلاقات بين الشعوب العربية والإسلامية. وندين الاعتداءات اعتداءات الكيان الصهيوني على بلدان ذات سيادة كلبنان واليمن وسوريا والعراق وإيران وعلى المنتظم الدولي أن يتحرك لجعل حد لهذه الاعتداءات. ولدنا شعبية المجزرة الهمجية هذه الوقفة بداية أسأل الله عز وجل أن يرحم الشهداء. وهذه الوقفة تتزامن مع الإبادة الجماعية التي تعرضها الفلسطينيون في شمال غزة والمحرقة التي تعرضها لها المستشفى. فالكيان الصهيوني يتلدد في الإبادة الجماعية أمام للأسف أمام مرأى ومسمع المنتظم الدولي الذي يكيل بمكيالين. ونحمل المسؤولية للإدارة الأمريكية التي تستمر في دعم الكيان الصهيوني دعم هذه الجرثومة في لقتل ولإبادة الجماعية للمدنيين العزل في قطاع غزة. ثم نستنكر هذا الصمت الرهيب للأنظمة العربية. متى تستيقظ من نومها لتقدم دعمها ومساندتها لإخواننا في فلسطين؟ الآن مرت أكثر من سنة من الإبادة فماذا ينتظرون؟ أليس الفلسطينيون بشر كباقي البشر؟ أليس لهم أن يستفيدوا من الحقوق الإنسان الذي تبجع بها المنتظم الدولي؟ أليس هناك حقوق للطفل؟ للأسف نرى أبشع ما يقدم عليه الكيان الصهيوني هو قتل نساء وأطفال بدم بارد أمام مرأة. لذلك نحن في هذه الوقفة نندد بهذا الصمت الرهيب ونحمل المسؤولية للدولة المغربية ألم يحل الوقت لإيقاف التطبيع مع هذا الكيان الصهيوني وهو ما زال مستمرا للأسف. وآخرها هو بث
مسلسل تشارك فيه مجندة صهيونية. للأسف هذه القناة التي تمول من جيوب المغاربة الأحرار الذين يرفضون التطبيع.